وقفت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماع لها برئاسة الأمين العام للمجلس أحمد لملس أمام جهود وزير الشؤون الاجتماعية لتنفيذ قرار نقل مقر الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى العاصمة عدن. وأكدت الهيئة دعمها الكامل للجهود المبذولة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي بنقل مقر الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى عدن، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه ومخاطبة المانحين الدوليين لتوريد المساعدات والمنح المالية الخاصة بالصندوق إلى البنك المركزي بعدن. كما أكدت الهيئة على ضرورة إسراع رئيس الحكومة بتنفيذ قرار المجلس الرئاسي والبدء بعملية نقل مقر الصندوق ومشروع الأشغال العامة إلى عدن. إلى ذلك، وقفت الهيئة أمام محاولات إحياء مسار التفاوض لتمديد الهدنة، مجددة موقف المجلس الانتقالي بضرورة التعامل مع ميليشيا الحوثي وفقا لقرار مجلس الدفاع الوطني باعتبارها جماعة إرهابية، والسير في الإجراءات لتنفيذ القرار. وفي نفس السياق، قادت الهيئة أن أي تحركات للمبعوث الأممي يجب أن توجه للضغط على ميليشيا الحوثي التي رفضت تنفيذ التزامها المقرة في الهدنة السابقة وإجبارها على تنفيذها، وليس توجيه الضغط على الطرف الآخر المنفذ لالتزاماته السابقة بهدف تمكين ميليشيا الحوثي من الحصول على تنازلات إضافية دون مقابل.